لازم ارجع مصر بكره، نطقت في عشتي. معلش يا حبيبتي، تعالي معلش، ما انت عارفه كيدهم، بس هعوضك عن كل الايام اللي فاتت. تعوضني عن ايه ولا ايه؟ هي ست كيدهم بتاعتك دي سايبانا في حالنا؟ دي كبسه على قلبنا زي القدر مستعجل. احنا مالنا غير كيدهم، خلينا في حالنا. بصي يا صافيا، هعملك وفسحك، هفرجك على لبنان حته حته، ايه رايك بقى؟ ايوه يا اخويا، كل بعقلي حلاوه. لا حلاوه ولا جبنه، صدقيني هفسحك وبعدين توحشتيني، ايه رايك بقى؟ وبعدين كنت عشان توحشتيني. اوعى بقى كده كل شويه تضحك على عقلي بكلمه. صدقيني عايزين نقعد عشان توحشتيني. بس بقى يا حنان. طب اوعى، انا لحظه واحده وهرجع لك، مش هتاخر. بس ما تاخريش. بس غبي عليك عشان بتكذب. هعمل لك مفاجاه. مفاجاه فظيعه ما تبصش. عارفها. بسرعة بسرعة بسرعة، عشان يلا بقى، يلا بسرعة بقى، يلا عشان بسرعة. حنفي يا لهوي، يا بختي يا بنتي. حنفي انت يا راجل، هي الولية دي تاخدك طول النهار كعبداير وترجعك ليه زي الفرخة الدايخة دي؟ ايه قيمة البخت دي؟ ده مش شهر عسل قلب، دي جوازة مبينة بستين نيلة. منك لله يا راسي، منك لله. حبيبي بيفكر في ايه؟ بفكر في اول مره جيت لي الجامعه فيها. اشمعنى؟ عشان دي كان تاني مره تشوفني فيها، ولعلمك لو انت ما كنتش جيت كلمتني انا ما كنتش هاجي اكلمك، خفت يعني لما تفتكرنيش. ما افتكركيش؟ امال انا اساسا جيت الجامعه ليه؟ ما اصل في ناس في الدنيا دي كده لما بتشوفيهم مره واحده في حياتك ما بتقدريش تنسيهم ابدا، بتحس ان في حاجه بتخطفك ليهم كده ومش قادره تنزلي عينك من عليهم. يعني اصل كان عدى فتره كبيره قوي ما بين الحفله وما بين ما جيت لي انا الجامعه، يعني قلت جايز بعد الغيبه تعمل نفسك ما تعرفنيش. قالت جايز بعد الغيبه يجي يقول لي انا ما اعرفكيش، كانت فاكره انها مش راجعه لحضن وخايفه لما تشوفنيش. المره دي ما جاتش معانا وطلعت هي ما تعرفنيش، يا ما قابلت وعدى عليا وكل ده برضه ما غيرنيش. ايوه انا بفضل زي ما انت عليا واخد انا زي امبارح، برضه بكره ما هي هي الحاله واحده ما تنسيش. ايوه انا بفضل زي ما انت عليا واخد انا زي كلنا حفلة أحمد خالد النهاردة. تعالي هنا، أتريكي مختفية طول اليوم. مهملة أحبابه ونسي أصحابه. ودي صوتك لروح في 60,000 داهية لو أخواتي سمعوكي. ما تقلقيش سيبك فيا. تعالي احكي
تحكي لك ايه اللي حصل. سمعتي اللي انا سمعته؟ فهمتي اللي انا فهمته؟ ليه؟ غبية، يبقى فهمك شكلي كده يا قطة. المحارب الهمام اللي اختك كانت بتكلمه احمد خالد اللي كانت بتقوله لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سبحان الله. عشان تعرفي بس ان اختك لما تقول انها هتعرف يعني هتعرف. طب واحنا اخر من يعلم؟ احنا لازم نمسك البنت دي النهارده ونقرروها. نقرروها يا اختي واحنا صغيرين. ماشي يا امينه.